السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناتي ديال لي ساكنه. اليوم كنقترح عليكم لي ماكارو بكرش مونطي، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف بزاف. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وشاركوني اقتراحاتكم وارائكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجو 80 غرام ديال بودره ديال اللوز. انا خديت اللوز وطحنته بالقشره ديالته. وغادي نحتاجو 80 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال. عندنا هنايا 75 غرام ديال البيض ديال البيض، وهنايا 90 غرام ديال السكر سنيده. غادي ناخد اول حاجه بودره اللوز، وغادي نضيف معاه سكر كلاسي سبيسيال، وغادي نخلطو الكل. صافي، بعد ما كنميكسي كلشي كنخلطوه، صافي كنعاودو كنغربلو. بعد ما كنغربلوهم كنحتفظو بيهم على جنب. ودابا غادي ندوزو نطربو البيض ديالنا. 75 غرام ديال البيض ديال البيض، وشويه ديال الملح، غادي نطلعو حتى كيبدا كيرغوي لينا الخليط. غادي نديرو نصف الكميه ديال السكر، وعاوتاني منين كيبدا كيطلع كنديرو الكميه اللي بقات لينا ديال السكر. بعد ما كيطلع لينا المورينغ، انا خديتو كناخدو المورينغ ديالنا وكنقسموه على جوج الا كنا غادي نضيفو لو كولوران. انا هنايا قسمتو لا بالنسبه للمورينغ ولا بالنسبه للبودر ديال اللوز والسكر، كنقسموهم بشكل متساوي. وخديت هنايا النصف الاول ضفت ليه ملون خضر، والنصف الثاني غادي نضيف له ملون ابيض، وكيبقى لكم شويه تلونوا على حسب الذوق ديالكم. صافي، وكنضيفو الخليط ديالنا ديال لو تومبورتون ديال اللوز والسكر وعلى جوج دفعات، وكنبداو كنخلطو الطريقة الاعتيادية ديالتنا من الأسفل للأعلى، ونحاولو منهرسوش هاديك لا مورينغ. دابا كنضيف الكمية التانية اللي بقات ليا. صافي، وكنبقاو كنحركو نخلطو بحال هكايا، وكن حتى كتندمج لينا المقادير مع بعضها، ونحاولو ما نطيحوش لا مورينغ. صافي، بعد ما تناخدو الخليط ديالنا كنديرو في بوش على هاد الشكل هذا. خديت الطاوة ديال الفران ودرت بابي سول فيغيزي، اولا ديرو بابي سيلبات. فبالنسبه الى بغيتو تستافدو من
وتاخدوا لي زاستوس باش يصدق معاكم لي ماكارون، دوزوا الفيديو اللي سبق لي وخدمت معاكم من قبل، غادي ننزل لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. صافي كنخليو لي ماكارو ديالنا حتى كينشفو. صافي بعد ما كينشفو على هاد الطريقه هادي كنوليو كنحطو اصبعنا بحال هكا ما كيتلصقش. صافي كندخلوهم الفران حتى كيطيبو ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما كنخرجو لي ماكارو ديالنا كنخليهم حتى كيبردو تماما كيف ما كتشوفو، كيجيونا على هاد الشكل هذا. صافي وكناخدو لاكاناج ديالنا كنعمرو بيها. فبالنسبه للكانش سبق لي خدمتها معاكم، وغادي ننزل لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. صافي باش نحصلوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معنا. فبالنسبه منين كتخرجوا من الفران وما كيبغيوش يتهزوا لكم، ما عاودوا رجعوا من الفران وشعلوا عليهم شويه من التحت حيت كيكون باقي خاصهم في الطياب شويه من التحت، شعلوا عليهم غير شويه صافي وخرجوهم، خليهم حتى كيبردوا عاد زولوهم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الماكارو ديالنا كيفاش كيجيو. الشكل النهائي ديال الماكارو ديالنا بعد ما تنكملوهم كيتقدموا بالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوهم واكيد يروقوكم وقوس احسنكم ان شاء الله. فما تنساوش دعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر من ديليز سكينه.